أهلا بكم مشاهدينا. أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المغرب تخفيض سن التوظيف في قطاع التدريس إلى 30 سنة ردود فعل متباينة في الشارع المغربي، في حين استنكرت منظمات نقابية القرار، فيما بررت الوزارة ذلك كونه يأتي حرصا على تجويد المهنة وتحسين ظروف العاملين فيها. يقصد رضوان الشاب المعطل عن العمل والمنتمي إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم مجموعة محضر 20 يوليو للعاطلين باب المنظمة الديمقراطية للشغل. يقول رضوان إن قرار وزارة التعليم تحديد سن الالتحاق بمهنة التدريس بثلاثين سنة كسر أمله في التوظيف. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهيئات مدنية وسياسية أخرى نددت بالقرار ودعت إلى التراجع عنه. نرفض هذا القرار بناء على كل المعطيات اللي هي دلينا بها في البيان ديالنا، وكذلك نطالب الحكومة وتنحمل المسؤولية للحكومة لتعيد النظر في هذا القرار وتتراجع عنه. يحمل هشام درجة الدكتوراه في الفكر وحوار الأديان، يتهم الوزارة بتغييب الحوار وإغلاق باب التفاوض أمام المعطلين الحاصلين على الدكتوراه. قرار غير مسؤول، قرار عنصري تهميشي إقصائي في حق الفئات الشعبية التي تسعى إلى الكرامة وإلى التوظيف. نحن بهذا الصدد يعني نتفاجأ بهذا القرار، وبالتالي نحن مستمرون في نضالاتنا الشعبية. قرار الوزارة تصدر صفحات الجرائد وشكل مادة دسمة تناقلتها وسائل الإعلام. الوزارة قالت إنها اتخذت هذا القرار بحثا عن الكفاءة وتجويدا لمهنة التعليم. ما اتخذت الوزارة مؤخرا من إجراءات وطبيعة الحال يستند إلى مرجعية دستورية وقانونية. نحن نبحث اليوم عن جودة تكوين الأستاذ والاستثمار في أستاذ ما زال يتوفر على المعارف الأكاديمية. بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع الوزارة بالنقابات هذا الأسبوع، يعول كثيرون على تغليب الحكمة والمصلحة العامة في معالجة هذا الملف الشائك. يتوقع أن تجتمع الأغلبية الحكومية هذا الأسبوع لمناقشة تطورات هذا القرار وأثره، ويأمل العاطلون عن العمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد ويجنب الشارع مزيدا من الاحتقان. عبد الصمد الجطوي، العربي، الرباط. ينضم إلينا مشاهدينا من الرباط عبد الإله دحمان، الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم. سيد عبد الإله، أهلا بك معنا. يعني في البداية، ما الذي يعني هذا القرار؟ ما هي المبررات التي ساقتها وزارة التربية لسن مثل هذا أو هكذا قرار؟ شكرا على الاستضافة. بداية، أثار موضوع تسقيف سن التوظيف من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة أسئلة كثيرة مرتبطة بالتضييق على المرشحين من خلال ما تضمنه من إجراءات مجحفة اعتبرناها تمييزية وتراجعية على ما دأبت عليه الحكومات السابقة في عملية التوظيف بالأكاديميات. طبعا هذا النمط من التوظيف بالتعاقد نحن نرفضه، وقلنا بأن نرفض هذا النمط من التوظيف، كما نرفض هذه عملية يعني تسقيف سن التوظيف لسبب بسيط. أولا، أن هذا القرار هو مفاجئ وغير متدرج، لم يتم إعمال فيه المقاربة التشاركية بين مكونات المدرسة العمومية، لا يخدم سياسة التشغيل بالمغرب، يشكك في مخرجات المؤسسات التربوية والجامعية، أيضا هو كما قلنا انتقائي تمييزي، قد نقول لك حتى يعني عنصري وإقصائي، يكرس عطالة حاملي الشهادات، أيضا لا تدعمه الدراسات سواء على مستوى التقارير الوطنية أو التقارير الدولية. كذلك التبريرات التي ساقتها، وهذا جوهر سؤالك، التبريرات التي ساقت تؤكد عدم جدوى هذا النمط من التوظيف، لأننا نقول أن هذه فرض حزمة من الإجراءات التقييدية كالانتقاء الأولي باحتساب معدلات البكالوريا والإجازة ومعدلات يعني سنوات الحصول عليها وفرض العتبة و30 سنة ديال التوظيف والانتقاء الأولي، كل هذا قلنا أننا نرفضه لثلاثة أسباب أساسية. السبب الأول هو القول بتسقيف السن يخدم الجودة والجاذبية لمهن التربية والتكوين كما قالت وزارة التربية الوطنية، نعتبره ادعاء لا يستقيم، لأن الكفاءة والمردودية واستيعاب مهن التدريس لا ارتباط لها
بمفهوم السن، ثم الادعاء بأن الذين تجاوزوا 30 سنة مع طول مدة الحصول على الشهادة العلمية التي هي الإجازة، يعني الخلفية تنمحي معها الخلفية العلمية والمعرفية والمكتسبات. هذا تشكيك يعني في مردودية الأنظمة التربوية. سيد عبد الإله، هل هناك أي مخالفات للقانون والدستور المغربي؟ نعم نعم. المسألة الثالثة، وإحنا قلنا لابد لما طلبنا بمراجعة، قلنا القول بمراجعة شروط التوظيف بالقطاع نتيجة دراسة قامت بها اللجنة خاصة، أقول هذا فيه مخالفة لمقتضيات القانون الإطار، فيه مخالفة أيضا لنظام ما سمي بالنظام الخاص لأطر الأكاديمية، وتتضح المخالفة يعني القانونية والدستورية عندما نرجع إلى النص الدستوري خصوصا في المادة 31 الذي ينص على ما نسميه به يعني تكافؤ الفرص أثناء الولوج إلى المهن بين كل أفراد الشعب المغربي. لذلك تتضح المخالفة القانونية والدستورية أكثر لما نقارن مضمون النصوص التي لها علاقة بسن التوظيف، وفي مقدمتها كما قلنا القانون الإطار الذي المادة 38 التي تنص علاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، تلقاو شرط لازم إلزامي، وهنا ما يهمنا هو الشرط النظامي، بمعنى أنه لا يحدد ولا يشترط السن، بل أكثر من هذا عندما نذهب إلى النظام الأساسي ما سمي بالنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية نجد على أنه يتحدث على أن الشروط اللازمة في التوظيف هي أن لا يقل على 18 سنة في اتجاه 40 سنة و 45 سنة، ويمكن أيضا يعني الرفع من ذلك كما فعلت حكومات سابقة استثناء في ذلك. ولما قلنا أن هذا الإجراء غير قانوني فلأنه ببساطة يخالف ما نص عليه المرسوم جوج صفر جوج 349 الصادر 27 جمادى الأولى 1423 7 أغسطس 2002 بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجامعات المحلية في مادته الذي ينص يعني تنصيصا يرفع يعني السن إلى 45 سنة. هذا كان سابقا هو 45 سنة أستاذ عبد الإله، يعني نعم. هل المشكلة في لم يتم تغيير القانون؟ نعم، هل المشكلة لم يتم تغيير القانون أستاذي؟ طيب، هل المشكلة في القانون والقرار أم في آلية تنفيذه ويعني في الإجراءات التي وضعت له؟ هذا من جانب. من جانب آخر، ما هي التداعيات على باقي القطاعات التي تتعدى أعمارهم 30 عاما؟ أولا فيما يتعلق بالشطر الأول من السؤال، كان لزاما على وزارة التربية الوطنية أن تحدث أو الحكومة الحالية أن تحدث تغييرا في القوانين المنظمة. لا يمكن أن نأتي بإجراء في إطار مذكرة تنظيمية يخالف الدستور، يخالف مراسيم يعني تقنن وتنظم العمل في عملية ديال يعني تحدد شروط السن وتنظم العملية ديال التوظيف في الوظيفة العمومية بشكل عام. لذلك وزارة التربية الوطنية خالفت الدستور وخالفت المراسيم المعمول بها وخالفت النظام الأساسي الخاص بما يسمى أطر الأكاديمية نفسه، هذا فيما يسمى يعني الشروط القانونية، وهنا المخالفة صريحة وواضحة. فيما يتعلق في التداعيات أنا قلتها، هو يشكيك في مخرجات المنظومة التربوية التكوينية، يشكيك في خريجي الجامعة، يشكيك في خريجي المؤسسات التربوية التعليمية، أيضا هو يضيف يعني يضيف عبئا جديدا وتحديا جديدا وعائقا جديدا أمام سياسة التشغيل، لأننا كنا نعلم جيدا أن حاملي الشهادات كان منفذهم الوحيد هو خصوصا يعني خريجي الجامعات ذات الاستقطاب يعني المفتوح، كان التعليم هو يعني القطاع الوحيد الذي يستقطب هؤلاء، بمعنى سنكرس بطالة حاملي الشهادات مرة أخرى. تداعيات كذلك اليوم كل الجامعات المغربية تعرف احتجاجات وانتفاضات، ولذلك نقول هذا الإجراء لم تتم إعمال فيه المقاربة التشاركية، وإلا قلنا لوزارة التربية الوطنية وللحكومة وأدلينا برأينا وقلنا بأن ما أقدمتم عليه هو إجراءات تمييزية تقييدية إقصائية لحق أبناء الشعب المغربي في ولوج يعني المهن التي هي على ضيقها وعلى محدوديتها، أصبحت اليوم يعني وكأننا يعني نسعى إلى المستحيل في ظل الإجراءات التي تعتمدها هذه الحكومة حاليا. أشكرك جزيل الشكر من الرباط عبد الإله دحمان الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، شكرا جزيلا لك.